الصلاة والتبريك على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. الدعاء في التشهد الأخير. الدعاء قلنا مواطن الدعاء في الصلاة، الصلاة كلها دعاء، لكن تدعو بما تحب في السجود وقبل التسليم. والأولى أن تدعو بما ورد، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ما تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو، توحيد، تحب العفو، توحيد، فاعف عني، توحيد، فاعف عني في ماذا؟ في مالي، في بدني، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. أوقف. نعم، في ماذا؟ في كل شيء. لو تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء. الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا الصديق أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، لأن هذه الأمة أفضل الأمة، وأفضل الأمة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الصديق. يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والله سبحانه وتعالى بعث لنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كل شيء، ومنه الدعاء. وكل شيء تحتاج إليه لابد يكون له أصل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جامعة مانعة، مفهوم؟ لأنه قد يدعو بشيء وهذا الدعاء يكون فيه يعني خطأ أو تعدي أو كذا، ترتاح وأدعو بعيدة النبي عليه الصلاة بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، انتهت؟ لا. لماذا جلست؟ قلتم لي أجلس. لا، أوقف. نعم، الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر الأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة الجمعة، وفي صلاة العيدين، وفي صلاة الاستسقاء، وفي صلاة الكسوف، صح؟ يعني كل صلاة يشرع على اجتماع عام فيها جهر بالقراءة، لأن الجهر بالقراءة يكون فيه وعظ. نعم، لا يسأل عما أفعله من يسأل، آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم، الإسراء بالقراءة في ماذا؟ في الظهر والعصر، وفي الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة في العشاء. صلاة الليل، قيام الليل يجهر؟ نعم، يجهر بالقراءة. نعم، ويكون وصل بعد هذا ما زاد عن الفاتحة. نعم، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة وما ذكر منها ما زاد على قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام. الله يفتح عليك، إن شاء الله يفتح عليك في الدنيا والآخرة. تفضل. نعم، ذكرنا واجبات الصلاة، صيغة التشهد. سبحان الله، البقية هذا ما تشهده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي سليم. التحيات لله. التحيات يعني كل تحية لله، والصلوات الفريضة والنافلة والدعاء، والطيبات إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، بالسلامة دفع الآفات، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ولذلك لا يقال السلام على الله، فبالسلامة دفع الآفات، وبالصلاة جلب الخيرات،
فندعو الله أن يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين دفع الآفات وجلب الخيرات. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. يشمل كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي أن لا معبود بحق إلا الله. أشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد. هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد أي ليس له شيء من خصائص الربوبية، رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام. وكذلك عبد أنه أعبد الخلق، أعبد الخلق، لا طريق لعبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، وهذا رد على المبتدعة. إذن عبد فيها أنه ليس له شيء من خصائص الربوبية، وعبد أعبد الأمة، لا طريق لعبادة الله إلا عن طريقه. لكن لا بد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع له بين العبودية والرسالة، صحيح؟ نعم. ولا يصح أن تقتصر على واحدة دون الأخرى. نعم. اللهم صل على محمد. طيب، ثم بعد الصلاة الإبراهيمية ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. طيب، عذاب القبر أو البرزخ، لأنه قد يموت ولا يقبر. نعم. قد يموت ولا يقبر، لا يدفن، يدهس، يحرق في بطن حوت. نعم. بعد وأعوذ بك من عذاب جهنم. عذاب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا شبهات وشهوات، الشهوات صغار وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. فتنة المحيا والممات، الممات يعني عند الممات أو بعد الممات. نعم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي من فتنة المحيا. لماذا ذكرت فتنة المسيح الدجال مرتين؟ مرة في فتنة المحيا ومرة مستقلة، لأن أعظم فتنة هذه الفتنة، فتنة الدجال. هل الدجال حقيقة ولا خيال؟ حقيقة. حقيقة. رب ولا عبد؟ عبد. ما الدليل؟ الدليل على هذا؟ إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. عاجز لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة. الخالق لابد يكون كامل الصفات، وهذا أعور، أن ربكم ليس بأعور، صح؟ نعم. ويموت، والله لا يموت، وغير هذا. طيب، بعد ذلك يدعو بالدعاء المأثور عن النبي. نعم، عليه الصلاة والسلام. بعض السلف كان يأمر الذي لا يستعيذ بالله من أربع بإعادة الصلاة لما في هذه الأربع من أهمية، مفهوم؟ نحن لا نقول بإعادة الصلاة لكن مهمة. نعم. مبطلات الصلاة. نعم يا أخي. نعم تفضل. الكلام العمد. الكلام العمد مع العلم والذكر، أو الذكر والعلم، ما في إشكال. فلو تكلم جاهلا تحريم الكلام في الصلاة، فالصلاة صحيح. والدليل حديث معاوية رضي الله عنه وابن الحكم السلمي، لو تكلم ناسيا فالصلاة صحيح. لو تكلم لمصلحة الصلاة صحيح. لكن يتكلم كما قال العلماء بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناسي، ويتكلم بأقل كلام. نعم. بعد أن يسبح طبعا، وتقدم معنا التفصيل بالأمس. الكلام الضحك. الثاني الضحك. الأكل والشرب. والانكشاف العورة. انكشاف العورة، لكن كشف وتغطاه مباشرة في الصلاة صحيحة. نعم. وال
انحراف الكثير عن جهة الحراف خرج به اليسير، اليسير مكروه والكثير مبطل. نعم. ولعبت الكثير المتوالي في الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. نعم. نقطع الوضوء، اتخاذ الطهارة وغيره. أجلس، فتح الله عليك. الحركات في الصلاة كم؟ نعم. الحركات في الصلاة خمسة، يعني على الأحكام التكليفية. نعم. الحركة المحرمة، حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. الحركة المكروهة، حركة لغير حاجة لكن ليست بكثيرة أو غير متوالية. الحركة المباحة، حركة مباحة تكون لحاجة. الحركة الواجبة، حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة. والحركة المستحبة كمان الصلاة. فتح الله عليك. طيب، أسباب سجود السهو. نعم. أسباب سجود السهو ثلاثة. زيادة سهوا، لو تعمد الزيادة في الصلاة فالصلاة باطلة. ولذلك قلنا إذا قام إلى الخامسة وقال الحمد لله رب العالمين ثم تيقن أنه في الخامسة وقال الرحمن الرحيم بطلت الصلاة. الثاني النقص. والثالث الشك. الزيادة في الصلاة سهوا غير مبطل للصلاة. نعم. طيب، النقص قلنا له صور. نقص الركن مبطل للصلاة إذا لم يأتي بالركن وبما بعد الركن. ونقص الواجب أو ترك الواجب، إذا ترك الواجب وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع عليه ويسجد للسهو، وإن لم ينتقل لابد الإتيان بالواجب. أما السنة لا يأتي بالسنة. نعم. إذا ترك السنة مثل الواجب جهل أو نسيان أو عمد، فالصلاة صحيح مع الإرشاد أنه يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الله عليه. يبقى معنا الشك. يعني درسنا. ها يا أخي، الشك ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين في كل العبادات. أي نعم، شك داخل العبادة والشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك كثير حتى يأتي اليقين. فإذا جاء اليقين يرجع، وإلا فلا، وإن رجع فهو آثم. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. والشريعة جاءت قطع الوسواس، اليقين لا يزول بالشك. نعم، تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، كبر الله أكبر وشك هل هو متوضئ أم لا، ماذا يصنع؟ لا ينفتل، لا ينصرف، يحرم عليه الخروج. مفهوم؟ صلى الآن الأخ وقال أشك فأني لم أقرأ الفاتحة، لا يلتفت إليه. أما داخل العبادة قلنا الشك ينقسم إلى قسمين، الأول كثير الشكوك فهذا لا يلتفت إليه، الذي يكون من عادته أنه يسجد دائما للسهو في كل صلاة دائما إلا إذا صلى خلف الإمام، وهذا يعني لابد أن يعمل أشياء، يترك سجود السهو، واحد يدعو الله، يغير بين الأذكار التنوع اللي تقدم معنا، صح؟ يصلي في مكان ها
يعني خالي ولا يكون عنده أشياء تلهيه عن الصلاة، صح؟ أي نعم، يزور القبور، تذكر الآخر، لعله يفكر في أمور الدنيا، صح؟ أي نعم. طيب أصبر يا أخي، قليل الشكوك داخل العبادة يا أخي، كثير الشكوك لا يلتفت، قليل الشكوك أيضا لا يلتفت، شيء واحد إذا يرجع إلى ما ترجح لدي. فإذا شك في صلاة الظهر هل هي ثلاث أو أربع، وترجح لدي أن أربع جعلها أربع وسجد السهو، ترجح لدي ثلاث جعلها ثلاث وسجد السهو، تساوى الماء استوى الماء الخشبة، ولم يترجح لدي شيء، يبني على الأقل. إذا سهى في السهو فماذا عليه؟ لا يشاء عليه، فتح الله عليه. هناك رسالة قيمة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في سجود السهو، رسالة مختصرة واضحة في سجود السهو. طيب نعم، شروط الوضوء كم باقي؟ شين؟ كم باقي؟ يعني نوقف بعد العصر؟ أحسن. طيب إن شاء الله تعالى يعني بعد العصر نكمل. لكن أخواننا أنا ما رأيت مذكرات، أنا أريد مذكرات من الجميع، أريد الخيط هذا يرفع ويصير الكل يشارك. نعم، فالعصر أريد مذكرات من الجميع، وجود مذكرات الحمد لله. نعم، تأتوني بها إن شاء الله العصر أراها. طيب والله أعلم، صلى الله على محمد ورسوله.